أحمد المسعود آل الشيخ رئيس اللجنة الأولمبية السعودية بالتزكية. يعني أعتقد أنه الرجل المناسب في المكان المناسب. يعني هذه الشخصية تحظى هذه الأيام بثقة كبيرة من الشارع الرياضي السعودي. أعتقد أنه الوسط الرياضي متى ما شاهد أن هنالك محاسبة المسؤولين والجميع يقع تحت طائلة المحاسبة متى ما أخطأ، أعتقد أنه هذا أمر يبعث للرضا بالنسبة للوسط الرياضي والمجتمع بشكل عام. وهذه الرؤية التي يعني انطلقت من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد. أعتقد أن هذه الرؤية أو أن كون رئيس الهيئة ورئيس اللجنة الأولمبية مستشارا في الديوان الملكي وقريب من صناع القرار، أعتقد أن هذا يمنحه مزيد من القوة ومزيد من أو يعني مزيد من التناغم مع الرؤية الجديدة للمملكة. أعتقد أنه الشخص المناسب في المكان المناسب.